يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا عددا من المشروعات التنموية المنتهية التنفيذ بمحافظتي سوهاج وقنا. وقال محافظ سوهاج أيمن عبد المنعم إن مشروعي محور كوبري جرجا على النيل وكوبري طهطا على السكة الحديد في مقدمة المشروعات التي سيفتتحها الرئيس في سوهاج. كما سيفتتح السيسي عددا من الطرق والكباري في قنا عبر الفيديو كونفرنس، فضلا عن تفقد مشروعات قومية على رأسها مشروع المثلث الذهبي. تأتي تلك المشروعات ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الصعيد.